تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مدوا فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى. الحكومة اليمنية تهدد بوقف الحوار مع قوات الحوثية حال عدم فتح طرق محافظة تعز. موسكو تعلن ضم زورق أوكراني ضخم إلى القوات الروسية، وكييف تؤكد أنها تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على ليمان. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكل من الجانبين. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندييه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما قررت وزارة الداخلية توفير السلع بتخفيضات كبيرة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الحالي. منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، فإن قطار المبادرة لم يتوقف، وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة بخاصة في المناسبات والأعياد، وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها. الاسعار نزلت كويس جدا، عملت معانا فرق، هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره، خصومات جوه 50% و60%، الدنيا كويسه وجميله والاسعار جميله، اسعار مناسبه للجميع. انا جاي مخصوص هنا في امان عشان خاطر مبادره كلنا واحد، كلنا واحد واسره واحده وربنا يخلي السيسي. بشكر الرئيس ان هو يعني ريحنا ومش مخلينا عايزين اي حاجه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك،
ومع نجاحها وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. المبادرة في مرحلتها 22 يشارك فيها قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها. وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية. كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي. زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات، وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة 22 من المبادرة في 15 من شهر مارس الماضي. ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة. وفرة كبيرة من كافة أنواع السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة توفرها مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط نحو 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص للوزن و 198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فقد تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من 146 طن أقمح محلية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. وفي تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شدد غوتيريش على ضرورة التزام الليبيين على نحو ليس فيه لبس في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن. من جانبه أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن الشعب الليبي يتمسك باختيار ممثليهم وقياداتهم في السلطة بأنفسهم عبر الانتخابات الحرة والنزيهة بقاعدة دستورية متينة، داعيا المجتمع الدولي لدعم إرادة الليبيين وتصحيح أخطاء الماضي. أدان البرلمان العربي إعلان جماعات المستوطنين المتطرفين عزمهم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الأحد القادم ضمن مسيرة الإعلام بالقدس وممارسة الطقوس التلمودية فيما يسمى بيوم توحيد القدس. وفي بيان له حذر البرلمان العربي من تداعيات تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة، واصفا تلك الدعوات بالتحدي السافر والاستفزازي للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن ذلك يعد اعتداء على المقدسات الإسلامية. هذا وقد دعا البرلمان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها القوات الإسرائيلية والمستوطنون.
أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستوقف أي تفاوض مع قوات الحوثي في حال عدم الاستجابة لمطالب فتح الطرق إلى محافظة تعز المحاصرة. وأوضح رئيس اللجنة الحكومية المفاوضة عبد الكريم شيبان أن قوات الحوثي تستمر بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء، على الرغم من المفاوضات الجارية بين وفد من الحكومة اليمنية والحوثيين بالأردن، مشددا على أنه إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرقات التي تربط تعز ببقية المحافظات ستضطر الحكومة إلى التوقف عن الحوار. أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى العراقية. وأوضح مصدر أمني عراقي أن بعض عناصر التنظيم الإرهابي حاولت التسلل عبر منطقة بساتين المقددية في محافظة ديالى، إلا أن القوات الأمنية كانت بالمرصاد. شدد المصدر على أن القوات الأمنية مستمرة في متابعة وملاحقة العناصر الإرهابية ولن تألو جهدا في دحر التنظيم الإرهابي والقضاء عليه في مختلف المحافظات العراقية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجلس الاقتصادي الأوراسي سيخفض من اعتماده على القوى الخارجية. أضاف بوتين في كلمة له خلال اجتماع المجلس أنه يعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية التي تراجعت بسبب العقوبات. وفي هذا الإطار كشف بوتين أن بلاده تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. سندعم مسألة تمديد هذه الاتفاقية المؤقتة وتكثيف المحادثات حول اتفاقية منطقة الحرة مع مصر، كما ونبحث إبرام اتفاقية تكامل مع الإمارات العربية المتحدة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أعلن حربا شاملة ضد روسيا، مؤكدا أن بلاده تشهد محاولات لتغيير التاريخ وتزويره من قبل الغرب. وأكد لافروف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة وحلفائها يزيدون من دعمه لأوكرانيا ويساهمون في زيادة تعقيد الأزمة. تحدثنا عن الدبلوماسية الثقافية للأقاليم وتم اتخاذ بعض الإرشادات والتي ستعطي دفعا لتطوير العلاقات بين الأقاليم، ولكن الأوضاع اليوم تغيرت قليلا والغرب أعلن ضدنا وضد العالم الروسي حربا شاملة، والذي وصل إلى حد الهراء، فقد أنهوا وألغوا كل ما هو روسي أو يودون عمل ذلك، وبالأخص في شيخوف وبوشكين وتولستوي وغيرهم من رموز الثقافة الروسية والذي يمثل ثقافتنا عندهم. والوضع اليوم للأسف سيطول، وعلينا أن على علم ودراية بأن الغرب قد أظهر وجهه الحقيقي. أعلنت روسيا انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم أكرمان إلى القوات البحرية. وفي بيان قال الأسطول الروسي في البحر الأسود إن الزورق الضخم ترك في ميناء بيرديانسك في أعقاب الهجوم الروسي على جنوب شرقي أوكرانيا. We'll be right back.
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية واصلت قصف مواقع تابعة للجيش الأوكراني في اتجاه بلدة سلوفيانسك بإقليم دونسك بشرق البلاد. وفي بيان ذكرت الهيئة أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية وتواصل إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية وتشن ضربات صاروخية مع إعادة تجميع الحشود من جديد، وذلك لمحاولة لتحقيق بعض المكاسب وتعطيل سلاسل التوريد الأوكرانية وعزل الوحدات الأوكرانية عن القوات الروسية في دونيتسك. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من بلدة ليمان في الوقت الذي يتصاعد فيه الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع بأن القوات الأوكرانية تصد محاولات من جانب روسيا لدفع هجومها نحو بلدة سلوفانسك الأوكرانية الرئيسية. إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبل رفع الحظر على صادرة القمح. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث أكد ضرورة حل مشكلة الغذاء التي تهدد الدول الفقيرة. من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على استمرار دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه في مكالمة هاتفية بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وأضاف المستشار النمساوي أن بوتين أبدى استعداده أيضا لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا. أكدت شركة غازبروم الروسية أنها تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سوجا. وفي بيان لها، أضافت الشركة أن أحجام الشحن بلغت نحو 43.6 مليون متر مكعب، بانخفاض طفيف عن 44.5 مليون متر مكعب. وقالت الشركة إن أوكرانيا كانت قد رفضت طلبا لتسويد الغاز عبر نقطة دخول سخارانوفكا الرئيسية. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده تتفاوض مع دول عدة لتعويض إمدادات الغاز الروسي مستقبلا. وقال هابيك إن الاتحاد الأوروبي لا يزال بإمكانه إبرام اتفاق بشأن حظر نفطي على روسيا في الأيام المقبلة. كان هابيك قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، وذلك على المدى الطويل إذا لزم الأمر. أعلن الجيش الفنلندي أن 3 سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي وصلت إلى هلسنكي للمشاركة في تدريبات، وستبقى هناك حتى 30 من شهر مايو. وفي بيان، أشار إلى أن السفن الحربية 3 ستشارك في تدريبات في الجزء الشمالي من بحر البلطيق، وهي تدريبات تجرى على خلفية تقدم فنلندا والسويد رسميا بطلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد قتل 4031 شخصا من بينهم نحو 100 طفل. هذا ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن سقوط القتلى. أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارا يدين روسيا لتسببها في حالة طوارئ صحية في أوكرانيا
بينما رفضت اقتراحا مضادا من ممثل روسيا ينفي دور بلادهم في الأزمة. وفي بيان ذكرت المنظمة أن القرار بلغ الانتباه إلى الآثار الصحية المباشرة وغير المباشرة التي سببتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا داخل المنطقة وخارجها، ويدين الهجمات على دور الرعاية الصحية كما هو موثوق في نظام مراقبة منظمة الصحة العالمية للهجمات على الرعاية الصحية. Die nur ohne Waffen schaffen. Das ist klar, dass solche قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن بلاده قد تواجه ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة خاصة بسبب نفقات المعيشة. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود مع توقيع استمرار ارتفاعه، في حين يتوقع بنك إنجلترا المركزي انكماشا حادا في نمو الاقتصاد، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي مع توقع فترة ركود ممتدة فيما بعد. حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة جراء منح قروض صينية على نطاق واسع لدول فقيرة خاصة في إفريقيا دون دراسة دقيقة. وقال شولتس في كلمته بمؤتمر للمحفل الكنسي، قال إن هذا الأمر سيتسبب في وقوع كل من الصين وهذه الدول في أزمة مالية اقتصادية كبيرة لن يسلم منها بقية العالم. وأضاف شولتس أن ألمانيا تنسق مع الدائنين الغربيين الأعضاء فيما يسمى بنادي باريس وتستعلم عن منح القروض حتى لا تقع في مثل هذه الأخطاء. أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يدفع بالفقراء إلى حالة الجوع. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم البرنامج إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18% وسجلت أعلى زيادة لها في جنوب إفريقيا، مرجحا أن يتفاقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء مرتفعا. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني الأزمة الاقتصادية تأخذ أكثر من منحة، جميعها يشير بشكل أساسي إلى ضرورة توحيد الجهود العالمية لمواجهة أثار التضخم المرتفع والاقتصادات التي تعاني بشكل كبير من تداعيات هذه الأزمة. كيف تقيم الوضع اقتصاديا الآن؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا الأزمة الاقتصادية أصبحت يعني واضحة أمام أعين قادة العالم سواء المؤسسات الدولية أو حتى الحكومات والأجهزة المعنية. تدخلت للأسف السياسة في الأوضاع الاقتصادية، والوضع الراهن النهاردة بيزداد سوء يوم بعد يوم بارتفاع مستويات الأسعار عالميا. الأسواق النهاردة يا فندم سواء البترولية أو السلع الغذائية النهاردة في حالة ارتفاع بعد مرور تقريبا 3 شهور من الحرب الروسية الأوكرانية، وطبعا ده مؤثر تأثير كبير جدا على سلاسل الإمداد. ويمكن حضراتكم تعلموا جيدا أن كثير من السفن الآن راهنة في المواني الأوكرانية أو المواني الروسية دون خروج، ده ليها تأثيرات للأسف وتداعيات اقتصادية زي ما حضرتك تفضلت في التقرير على العديد من الدول والمجتمعات اللي للأسف النهاردة المؤسسات الدولية بتشهد أن دخول شرائح في المجتمعات الدولية لمستويات خط الفقر المضجع. يعني إذا كنا بنتكلم أن كان في سنة 2020 السنة اللي هي قبل الماضية
كان عندنا مستوى الفقر اللي هو في العديد من الدول بيقترب من 500 ل 600 مليون نسمة في العالم، النهارده تقريبا بنصل في عام 22 ولم ينتهي العام، يعني احنا لسه ما جبناش حتى منتصف العام ووصلنا تقريبا مليار نسمة. هذه الأمور للأسف ليس لها حلول اقتصادية بل هي حلول سياسية. إذا توقفت الحرب الآن حتى نوقف نزيف اللي هو الدخول مستويات خط الفقر، أعتقد الارتفاع الأسعار دي هيكون غير مسيطر عليها، لأن احنا النهاردة وأنا بكلم حضرتك تقريبا برميل البترول ب 114 دولار وده بيزيد من ارتفاع تكلفة. طب إيه يعني قبل أن يتم الوصول أو حل هذه الأزمة سياسيا، الإجراءات التي على الدول الكبرى وعلى المؤسسات الاقتصادية أن تتخذها لاحتواء أو التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية برأيك؟ خلينا نقول يا فندم الأمر واضح، أولا أن لازم يكون في عملية إسراع للتفاوض لخروج العديد من الشحنات الغذائية من الموانئ الروسية أو الأوكرانية للوصول للدول التي تم التعاقد معها، حتى لا يحصل أزمة في الغذاء وهيكون في مجاعة للأسف مسببها اقتصاديا سياسيا صحيح. وليس اقتصاديا. يعني تخيل حضرتك ان في مراكب موجوده وشحنات مدفوع ثمنها او حتى متفاوض على ثمنها ولم توصل للدول الفقيره دي وهيسبب لها ازمه. اذا هذا الامر تم التفاوض معاه فهيكون حل جزئيا. الامر الثاني مثل ما كان بيتحدث، انا ما اعرفش ازاي رئيس المانيا رئيس وزراء المانيا بيقول ان الصين بتساند، هذا امر طبيعي، الدول الفقيره يا فندم النهارده صحيح. او الدول اللي في احتياج لقروض ماليه وطبعا ما تقدرش تتفاوض مع البنك الدولي او صندوق النقد الدولي بتلجا للدول الكبرى، وهذا الامر يعني شيء معتاد عليه صحيح. للاقتراض منه حتى تقدر تسدد التزاماتها صحيح. ولكن طبعا هنرجع تاني نقول ان الحرب ما بين بقى دلوقتي الواضح سياسيا ما بين امريكا وجزء من الحلف الناتو ضد روسيا والصين هي دي اللي مأثره على العالم، يا ريت ننتبه ليها كسياسيين او اقتصاديين. الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. السادسه ما زالت متواصله مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الصحة العالمية تؤكد عدم الحاجة لحملات تلقيح عامة ضد جدري القردة وتطمئن العالم مع تفشيه البطيء. دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الحذر من استخدام لقاحات جدري القردة، وأشارت كذلك مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة الدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه لا توجد ضرورة لحملات تلقيح عامة ضد جدري القردة، موضحة أن لقاحات الجدري السابقة قد تكون مفيدة ولا يجب أن يثير الفيروس قلقا عاما بسبب تفشيه البطيء. من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي الاستعداد لعمليات شراء جماعية للقاحات، وهذا قد أعلنت فنلندا تسجيل أول إصابة بجدري القردة في هلسنكي، بينما تواصل العديد من الدول الأوروبية تسجيل المزيد من الحالات. لا تزال أزمة ظهور مرض جدري القردة تؤرق دول العالم، خاصة بعد إعلان عدد من الدول عن المزيد من الإصابات، مما دفع الاتحاد الأوروبي للاستعداد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، وسيتم الانتهاء من وضع التفاصيل في الأيام القادمة. الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدري القردة، وذلك وفقا لبيان للمفوضية الأوروبية. وفي إسبانيا التي أعلنت عن ظهور حالات بالمرض أبدت نيتها الحصول على لقاحي إنفانكس وتيكوفيريمات المضادين للفيروسات من خلال عملية شراء جماعية للاتحاد الأوروبي. حالات الإصابة بجدري القردة في العالم تخطت حاجز 200 إصابة وتتركز معظمها في قارة أوروبا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية أكدت أن التطعيم ضد جدري القردة سيقتصر على حالات محددة للغاية، إذ لا يمكن مقارنة انتقال الفيروس وخطره مع فيروس كورونا. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر أن احتمالية انتقال عدوى جدري القردة بين عامة السكان منخفضة للغاية.
إلى ذلك توصل علماء من البرتغال وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة إلى أن أصل التفشي الحالي لمرض جدر القردة قد يكون من حالة واحدة انتقلت إلى آخرين في دول مختلفة. وقال باحثون من المعهد الوطني للصحة في البرتغال إن أوجه التشابه بين جينوم الفيروسي من 10 حالات تم اكتشافها هناك وحالة واحدة من مريض في الولايات المتحدة تشير على ما يبدو إلى أن تفشي المرض له أصل واحد. هذا وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة تسلسل عينات من الحالات المؤكدة للإصابة بمرض جدر القردة ومشاركة النتائج فيما بينهم. اتهمت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتشويه سمعة بكين بعدما ألقى خطابا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لموازنة نفوذ بكين على الساحة الدولية. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين قال إن خطاب بلينكين ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بالشؤون الداخلية لها ويشوه صورة سياساتها الداخلية والخارجية. أعلنت بكين أنها ستجري تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي في رسالة إلى واشنطن. وقالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن الصين ستجري التدريبات بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا وستجرى المناورات في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة. فرضت الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تشمل شخصية واحدة وثلاث جهات، وذلك ردا على إجراءات بيونغ يانغ اختبار صاروخ من 24 في الشهر الجاري. هذا واستخدمت الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب استئنافها لإطلاق الصواريخ الباليستية. جولة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لم تقف عند إحباط الفيتو الروسي الصيني المساعي الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب إطلاقها اختبارات لصواريخ باليستية. الفيتو الروسي الصيني انتقل بالخلافات إلى جولة جديدة حيث تشهدها ساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستناقش قضية كوريا الشمالية خلال الأسبوعين المقبلين بموجب قاعدة جديدة تلزم الجمعية المؤلفة من 193 دولة بالاجتماع في كل مرة تستخدم فيها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض. وترى واشنطن أن العالم يواجه خطرا واضحا وقائما من كوريا الشمالية، خاصة أن ضبط النفس والتزام مجلس الأمن الصمت لم يسفر عن وضع حد للتهديد أو حتى تقليصه، بل ربما شجع بيونغ يانغ على إجراء المزيد من التجارب الصاروخية. وعلى مدى 16 سنة الماضية صعد مجلس الأمن بشكل مضطرد وبالإجماع العقوبات على بيونغ يانغ لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وآخر مرة شدد فيها مجلس الأمن العقوبات عليها كانت في عام 2017. من جانبها تضغط الصين وروسيا من أجل تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية. مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رأى أن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية لن تساعد وستؤدي فقط إلى مزيد من الآثار السلبية وتصعيد المواجهة لتستمر الأزمة لجولة جديدة قد تنتهي أيضا بمعارضة فرض عقوبات على بيونغ يانغ. في الولايات المتحدة تمكنت الشرطة من القبض على مطلق النار في متجر بمدينة فيرفيلد تاونشيب الواقعة بولاية أوهايو الأمريكية. كانت وسائل أعلام أمريكية محلية قد أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر على خلفية إطلاق النار العشوائي بالمتجر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لمدة 2 يوم في محافظات الجيزة ودمياط والغربية وجنوب سيناء. أوضحت الوزارة أن الحملة ستستمر حتى الغد وتستهدف إجراء الكشف والعلاج بالمجان على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية من بينها النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الزر الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. موجودين النهارده في اليوم الثاني من قافله ابو شحات، القافله تابعه لمبادره حياه كريمه الرئاسيه تابعه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود النهارده معانا في القافله 12 عياده تخصصيه، كل عياده فيهم موجود فيها الطبيب سواء بيكون اخصائي او استشاري. معانا صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات اللي موجوده في القافله. بنقوم هنا بتقديم خدمه للمواطن بحيث ان هو نقدر نقدم له تكمله علاجه لو محتاج يتحول لاي مستشفى او يحتاج يطلع قراتنا في الدولة أو تحويله إلى مستشفى مركزي، فبنحاول إن نديله جواب بحيث إنه يقدر يروح نقدم له خدمة ما بعد القافلة العلاجية بالتوجه إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة. القافلة العلاجية موجودة النهاردة في قرية أم الرزق تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية كمرحلة أولى حياة كريمة. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قرية أم الرزق بتبعد 18 كيلو متر تقريبا عن أقرب مستشفى مركز ليها وهي مستشفى كفر سعد المركزي. طبعا ده أهم معيار من معايير تنفيذ القوافل وهو البعد عن أقرب مستشفى مركزي، وبناء عليه احنا بدأنا نعد للقافلة سواء كان الإعداد الهارد عن طريق تحديد العيادات والأدوية والمستلزمات اللي هنحتاجها، وكمان الإعداد السوفت اللي هو عن طريق اللي هو دراسة البيانات القافلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب القصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين. وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت الوزارة أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خارجي الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماما عن تنسيق الطلاب المصريين. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها، وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلي وغسل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع. وخلال اجتماعه مع إحدى شركات الخدمات المتكاملة في تدوير المخلفات، طالب شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه. نظمت وزارة الصحة المؤتمر الثاني للطب النفسي للأطفال والمراهقين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. ناقش المؤتمر التوعية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين واستهداف القادة المجتمعيين وأولياء الأمور والمتعاملين مع الأطفال والمراهقين والتغيرات النفسية لدى المراهقين وكذلك تحديد العلاقات، بالإضافة إلى تأثير الاستخدام المفرط للإنترنت على المخ. وفي بيان للوزارة أكد أن مستشفيات أمانة الصحة النفسية تقدم 80,000 استشارة سنويا. استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مسار مصر نحو التحول الأخضر بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الخمس الأخيرة ليتحول إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد. جاء ذلك خلال لقائها مدير قطاع البيئة بالمنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية ألين دوسير،
كما بحثت وزيرة البيئة التعاون المشترك في المراجعات البيئية، مضيفة أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي تم إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة في مصر تركز على عدد من المحاور ومنها الحد من معدلات التلوث. قام وفد مصري بزيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لنقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه وتطبيق نظم الري الحديثة. وصرح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أنه سبق توقيع بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، وتم لمدة 5 سنوات جديدة حتى عام 2027. كما تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، مثل إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية متعددة الأغراض، وحفر 12 بيرا جوفيا يعمل بالطاقة الشمسية. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا محمد عبدو، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. دعت مصر إلى تطبيق إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الإنتاج في مجالات الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وأكد الوفد المصري على استعداد مصر لتقديم ونقل خبرات النجاح وتجربة التنمية الرائدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى سعي مصر لإزالة كافة المعوقات أمام علاقات الدول العربية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وخلال اجتماعها الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، كلفت وزيرة التجارة المجلس بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن ووصولا للمنتج النهائي. تشهد مدينة شرم الشيخ انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. يأتي ذلك على هامش الدورة 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من الحكومة التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب مع استمرار ضعف الدولار، ما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1858 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 900 جنيه، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1050 جنيه، أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فسجل نحو 1206 جنيهات. بالنسبة للسعر جنيه ذهب وصل سعره إلى 8400 جنيه. الأسواق البترول العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط اليوم لكنها بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، فضلا عن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية. وانخفض خام برنت بنسبة 2% إلى 117 دولارا و20 سنتا للبرميل، كما تراجع غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 113 دولارا و69 سنتا
للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 9% لتصل إلى 3.85%. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32%، لتسجل حوالي 8.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية، بالنظر إلى نتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 من مايو الماضي. أضافت فيتش أن تنفيذ لبنان للشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعبا في حال تأخر تشكيل الحكومة. أشارت توقعات رئيس البنك المركزي الألماني إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي في ظل التضخم المرتفع. كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعهدت الاثنين الماضي بإنهاء أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية الربع الثالث، مشيرة إلى أنها تسعى إلى اتخاذ أول خطوة للفائدة في يوليو. تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين في أبريل الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع. تقلصت الأرباح إلى 3.7% مقابل 12.2% في مارس من العام الماضي، والتراجع هو الأكبر منذ مارس 2020. انخفض الناتج الصناعي لشنغهاي المركز التجاري بالبلاد بنسبة 61.5% في أبريل وسط إغلاق شامل بسبب كورونا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. الملعب يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة فرصة للريدز من أجل الثأر من الريال قبل 4 سنوات، حيث سقط الفريق الإنجليزي بثلاثية أمام الفريق الإسباني في نهائي دوري الأبطال، وخسر فرصة ذهبية لإحراز اللقب الأوروبي قبل تعويض ذلك في الموسم التالي بالتتويج باللقب السادس في تاريخه. هذا ويراهن ليفربول على هدافه الأول في البطولة وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يترقب بدوره هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يعتبر الدولي المصري اللاعب العربي الوحيد الذي يتأهل لثلاثة نهائيات من دوري أبطال أوروبا. أريد تحقيق دوري الأبطال مجدداً، سنقاتل خلال المباراة، والجميع متحفز للمباراة النهائية. مغادرتي الملعب مصاباً أمام ريال مدريد كانت أسوأ شيء حدث لي في مسيرتي كلاعب كرة قدم. أتذكر أنني غادرت المباراة بعد 30 دقيقة، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي. على الجانب الآخر، يعول المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي على كتيبته كاملة لمواجهة ليفربول، حيث تعافى تماما المدافع النمساوي ديفيد ألابا من آلامه العضلية. كما يراهن النادي الملكي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش موسما رائعا ويبدع في كل المباريات هذا الموسم مع الفريق، كما يتصدر قمة جدول ترتيب هداف دوري الأبطال.
تتواصل بحي القلعة بالقاهرة فعاليات مهرجان الطبول الذي تختتم فعالياته السبت. شارك في المهرجان 43 فريقا متنوعة من مصر ودول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية. قبل ساعات من حفل اختتامه، ما زال مهرجان الطبول يقدم رسالته الفنية للجمهور عن طريق العروض الفنية والثقافية لفرق مختلفة تعبر عن طقوس وتراث كل دولة، حيث قدمت دول اندونيسيا وتونس وفرقة مشوار المصرية فقرات غنائية وفنونا شعبية على مسرح السور الشمالي بشارع المعز. من أول يوم لاحظت أن الجمهور المصري مقبل جدا على كل موسيقات العالم، ويعني جاء حضور كثيف جدا، وبالنسبة لتلقينا ترحاب كبير 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 برشا من الشعب المصري، وهي في العادة يعني الجمهور المصري أو الجمهور التونسي جمهور ذواق للفن وسميع حاجة جميلة قوي. إذا نصور كيف الأخوة إنسانية في العالم، يعني رسالة سلام لكل الدول في العالم، يعني أنا حاجة جميلة جدا. على مدار كل المهرجان كان لطيف جدا، الناس تندمج مع المزيكا، طبعا المزيكا جديدة عليهم، مزيكا الريجي، بس الحمد لله كان التفاعل حلو جدا. والجميل كمان في الموضوع الفرق المشاركة كلهم من ثقافات مختلفة، ده برضو عمل جو جميل جدا. حوار الطبول من أجل السلام شعار جسدته دقات الطبول ورقصات الفنون الشعبية التي أشعلت حماس الجمهور الذي حرص على حضور المهرجان منذ يومه الأول في شارع المعز وقلعة صلاح الدين وغيره من الأماكن التاريخية التي تستضيف فعاليات المهرجان. حاجة ممتازة صراحة، وياريت كل فترة كده يبقى فيه إيفنت زي دوت كده، تمام، في ثقافات مختلفة، في ناس بنبص عليها بنتفرج على حاجات مختلفة، حاجة محترمة يعني. والله أول مهرجان السنة دي بعد طبعا سنتين بقالنا كتير ما شفتش المهرجان، حاجة جميلة جدا ومنظم جدا وحاجة منتهى الجمال يعني الصراحة. ترحيب واسع من الفرق المشاركة في مهرجان الطبول برعاية مصر لهذا المهرجان الذي يجمع بين ثقافات العالم المختلفة، مما يؤكد أن مصر منارة الثقافة والفن ومساندة لكل مظاهر السلام. محمود جميل، التلفزيون المصري. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. الحكومة اليمنية تهدد بوقف الحوار مع قوات الحوثي حال عدم فتح طرق محافظة التعز. موسكو تعلن ضم زورق أوكراني ضخم إلى القوات الروسية، وكييف تؤكد أنها تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على اليمن. نهاية نشرة السادسة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.